نحن اليوم في معرض موسياد الدولي في دولته ال17. امتلاك العقارية حبت تشارك في هذا المعرض. تحكيكم شوي عن معرض موسياد. معرض موسياد هو معرض دولي يضم كبار رجال الأعمال وصناعيين الأتراك باختصاصات متنوعة منها العقارية وغير العقارية والتعليمية وحتى القطاعات الترفيهية. امتلاك العقارية في هذا المعرض حبت تحكي عن موضوع الجنسية التركية وكيفية الحصول عليها تحت شعار العقار خير قرار والعقار هو أقرب طريق إلى الجنسية التركية.